عصام يوسف. جبنا بالاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أنا مرحبا بكم في حلقة جديدة ودور الاثنين وثلاثين من أجمل موسم، الموسم السادس لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السادس من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكاس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكاس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة بألفين جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 7,610,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفونا من عين شمس محافظة القاهرة، نرحب بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس. مدرسة المتفوقين الثانوية. أنشأت مدرسة المتفوقين الثانوية عام 1954 بقرار جمهوري من مجلس قيادة ثورة يوليو. كان لمصر السبق والريادة في إنشاء هذه المدرسة التي تعد الثالثة على مستوى العالم والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط كتجربة رائدة تليق باسم مصر ومكانتها. حصد أبناؤها عشرات المراكز من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، كما تخرج فيها المئات من العلماء والوزراء والمتفوقين في مختلف العلوم والفنون. هيمثل مدرسة متفوقين عين شمس في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم عمر أحمد. عمر أحمد 16 سنة من مدرسة المتفوقين الثانوية محافظة القاهرة. في البيت عندي فرحوا جدا طبعا ان انا راجع تاني للاستوديو واصور موسم جديد، وواثقين فيا كلهم وحاطين امل فيا ان احنا ناخد الكاس السنة دي. صحابي معتمدين عليا في ضربات الجزاء وفي التكنولوجيا. محمد صبحي. محمد صبحي 16 سنة مدرسة المتفوقين الثانوية محافظة القاهرة. انا دخلت في الموسم الخامس من العباقرة، لعبت على لقب بيستبلية بس للاسف ما خدتوش. الموسم ده ان شاء الله هحاول اخده، واصحابي معتمدين عليا في فكرة الادب والتكنولوجيا والقدرات الذهنيه، وان شاء الله احنا هنتحدى. عبد الرحمن وليد. اسمي عبد الرحمن وليد، عندي 16 سنه، مدرسه المتفوقين عين شمس محافظه القاهره. لما عرفت ان انا هشارك اساسي في البرنامج حسيت احساس جميل جدا، انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اقعد قعدتي ديت في البرنامج ده. احنا تيم واحد وان شاء الله كل واحد كويس في مجاله، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه حلوه النهارده ان شاء الله. سيف الدين احمد. سيف الدين احمد، مدرسة متفوقين الثانوية بنين، 16 سنة محافظة القاهرة. احساس ان انا بشارك للمرة التانية في برنامج العباقرة، حاسس طبعا بالفخر ومبسوط جدا ان انا قدرت ارجع للبرنامج تاني واعمل موسم جديد، وان شاء الله يبقى رائع حلو. متفوقين عن شمس، الحمد لله على السلامة. السلامة. ازيك يا عمر؟ رجعت تاني يا عمر. احكي لي العباقرة أثر في حياتك ازاي؟ هو العباقرة زود الكاريزما بتاعتي عامة، لأن أنا كنت أول مرة أطلع على شاشة التلفزيون زي القاهرة والناس، فعلت القدرة بتاعتي إن أنا أتكلم قدام كاميرات وكده، فحتى بعد ما جربت بعد كده حسيت إن الحكاية أسهل بكتير. كان في هيبة كده الموضوع، هو بسيط. صح ولا غلط؟ هيبة كبيرة. مهاراتك كتير ما شاء الله يا عمر، مكمل فيها يعني؟ أنت بتعمل إيه؟ احكي لنا كده. هو بالنسبة للمهارات، أنا بعزف بيانو. عزف والرسم، ايه كمان؟ وبلعب بينج و القاء وبحث علمي. ده انا حافظ اكتر منك. مستعد ماتش النهارده ان شاء الله؟ بالتوفيق يا عمر. محمد صبحي، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. محمد صبحي بقى ليه وضع مختلف بصراحه. ليه؟ محمد صبحي في الموسم الخامس حصل على اعلى سكور 305 نقطه. محمد صبحي برافو عليك، تستحق مننا كلنا كل التقدير محمد صبحي. صبحي 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 صبحي
ما شاء الله عليك يا صبحي. صبحي العباقرة فرق معاك ازاي؟ العباقرة علمني حاجة مهمة، وهي ان الواحد لما يبقى قوي في مجالات كتير احسن من يبقى قوي في مجال واحد، لان بعد كده هيبقى الأولوية اللي في مجالات اكتر. شايف العباقرة بنظرة مختلفة دلوقتي، يعني بعد ما شاركت موسم كامل ووصلت بمدرستك لدور الثمانية، النهاردة شايف ايه؟ انا شايف ان العباقرة دي مسابقة فريدة من نوعها، هي بتهتم بمجالات يعني تعتبر محدش اهتم بها بالشكل ده قبل كده، وشايف ان احنا لو ركزنا ان شاء الله ممكن ناخد الكاس وممكن نخلي مدرستنا في السماء. يعني انت جاي ناوي على الكاس ان شاء الله؟ ما شاء الله، بالتوفيق يا صبحي. عبد الرحمن، ازيك عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بتشارك لاول مره، حلمك ايه؟ حلمي اول حاجه ايا كان المجال اللي انا اختص فيه ان شاء الله ابقى متميز فيه واقدر افيد الكيان اللي هو بلدي ان شاء الله في يوم من الايام. اما لو حضرتك كلمتني عن المجال اللي انا نفسي اكمل فيه بعد كده، نفسي اكمل في علم الكيمياء، وخاصه الكيمياء الدوائيه او الكيمياء الصيدلانيه. عايز تخش كليه صيدله؟ بس في نفس الوقت بتكتب؟ تمام. بتكتب ايه؟ بكتب قصص قصيره، وكان عندي روايه طويله تراجيديه بس لسه ما خلصتش مني. يعني على مهلك، على مهلك، عندك روايه دي بتاخد وقت. تمام. ما نستعجلش في كتابه الروايات عشان يطلع العمل مظبوط. تمام. صح ولا غلط؟ فخد وقتك عشان تعمل روايه حلوه. ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. سيف، ازيك يا سيف؟ ازيك يا استاذ سيف؟ والله زمان يا سيف. احكي لي العباقره اثر معاك ازاي؟ هو بصراحه العباقره علم عندي مهارات التيم ورك، وعلم ان انا اقدر دلوقتي اعمل بحث علمي بطريقه دقيقه اكتر عن اللي انا اللي فاتت، وبقيت طبعا بخافش طبعا من التلفزيون وكده، الكاريزما عندي بقت زادت. بس يعني البرنامج كان مفيد جدا بالنسبه لي. عملك شهره؟ صح. نعم. ما لسه عند حلمك؟ عايز تخش فعلا كليه الطب ان شاء الله؟ وعايز تخش طب عسكري؟ طب عسكري ان شاء الله. لسه عند حلمك ما زال؟ بالتوفيق يا سيف. شكرا. اما المدرسه الثانيه واللي مشرفونا من الغردقه محافظه البحر الاحمر، نرحب بمدرسه رجاك. مدارس رجاك الخاصه للغات هي إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم في مصر، تهدف إلى تقديم برنامج تعليمي عالي الجودة من خلال تهيئة بيئة تعليمية متميزة لإعداد طالب متميز خلقياً، سليم بدنياً، ونافع لمجتمعه ومحب لوطنه، يفخر بتراثه الثقافي ويفهم ويحترم التنوع الثقافي. تستعين بأحدث وسائل التربية والتعليم والتكنولوجيا، وتعمل على التوسع في دراسة اللغات الأجنبية والمشاركة المجتمعية الفعالة. هيمثل مدرسة رجاك في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم عمرو عاصم. اسمي عمرو عاصم، عندي 15 سنة، مدرسة رجاك الخاصة للغات، محافظة البحر الأحمر. غلطة الموسم اللي فات كانت تسرب، هنحاول نعالجها الموسم ده في إن احنا نحاول نهدى شوية على الإجابة وما نتخذش القرار بسرعة. نوران جودة. اسمي نوران جودة، عندي 15 سنة، مدرسة رجاك الخاصة للغات، محافظة البحر الأحمر. أنا فرحانة جدا إني بشارك برنامج العباقرة، وكنت بتفرج عليه من زمان وكان نفسي فعلا أشارك في برنامج زي ده، ومتوقعة نوصل الدور النهائي إن شاء الله. يوسف أيمن. اسمي يوسف أيمن، عندي 17 سنة، مدرسة رجاك الخاصة للغات، محافظة البحر الأحمر. المرة اللي فاتت كنت موجود بلف العجلة، كنت بساعدهم إن هم يجمعوا معلومات، فالحمد لله كان عندي معلومات كافية إن أنا أشارك السنة دي وأضيف عليها معلومات أكتر. والنغم محمود. أنا اسمي نغم محمود، عندي 15 سنة، مدرسة رجاك الخاصة للغات، محافظة البحر الأحمر. طبعًا أول ما عرفوا في البيت إني هشارك في برنامج العباقرة، شجعوني وساعدوني وقدموا لي الدعم المعنوي. احنا في الموسم الخامس وصلنا للدور ال 16، بتمنى ان احنا ممكن المره دي نوصل للدور ال 8. رجاك الحمد لله على السلامه. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. رحله كانت صعبه؟ اكيد اكيد اكيد. عايز تبقى مهندس صح؟ صح. هتتخصص في ايه؟ الكترونيك. ليه اخترت المجال ده؟ ان انا شايف ان هو لسه يعني محتاج يتقدم، وهو مش مستخدم كتير، او مش موجود في مصر كتير. لا هو موجود، بس المجال لسه فيه فرص كتيره جدا للتقدم. اكيد اكيد. بالتوفيق يا عمر. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. دكتوره نوران، ليه اخترتي مجال الطب؟ وانا شايفه انه مجال ممتع ومميز، يعني حابه اطلع دكتوره التغذيه الجايه.
تغذيه علاجيه. انت كمان مقرره من بدري، ايش معنى تغذيه علاجيه؟ ايش معنى الحته دي بالذات؟ والله انا شايفه يعني ان معظم الامراض تبقى متعلقه بالغذاء، يعني النظام الغذائي الانساني. اكيد عندك حق. الناس لما بتظبط اكلها جسمها بيتظبط. موضوع سهل. مثلك الاعلى باباكي، تقولي له ايه من على كرسي العباقره؟ ربنا يوفقه يعني ويفضل دايما مثل الاعلى. نحيي والد نوران. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. قلقان؟ لا عادي. مش قلقان؟ لا الحمد لله. احكي لي، عايز تبقى مهندس ان شاء الله، هتتخصص في ايه؟ ميكاترونكس. اشمعنى المجال ده؟ لانه متعلق بالتكنولوجيا، فدايما في تطور، وهو ان شاء الله مكمل لحد قدام. اكيد. في نفس الوقت مهتم بالرياضه. كلمني عن الرياضه شويه. بتلعب ايه؟ انا كنت بلعب سباحه من وانا صغير، وبعد كده بطلت وبدات العب سكواش. برافو عليك. الرياضه مهمه جدا في حياتنا ان شاء الله. نغم، ازيك يا نغم؟ الحمد لله. عايز تبقي دكتوره اسنان؟ بالظبط. تمام. وفي نفس الوقت بتلعب سكواش؟ لعبتي مع يوسف قبل كده؟ حلو جدا. مين اللي كسب؟ مره وكده ومره كده. يعني مستواكم متقارب. طب حلو جدا، برافو عليك، واضح ان انت شاطر. جاهزه ماتش النهارده؟ جاهزه ان شاء الله. بالتوفيق يا نغم. قبل ما نبتدي حلقه النهارده، عايز احيي مدرستين، متفوقين عين شمس ومدرسه رجاك. العباقره في الموسم السادس مستمر زي الموسم الخامس بالظبط. العلم، المعرفه، الفنون، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. سؤال سهل جدا، بس عايزين نعرف مين المدرسه اللي هتبتدي الاول. والسؤال هو: في اي دوله اوروبيه تقع مدينه نيس؟ عبد الرحمن اجابتك. فرنسا. فرنسا يا عبد الرحمن، إجابة صحيحة. فرنسا هي الإجابة الصحيحة. وبكده متفوقين عين شمس. إيه اللي حصل يا عمر؟ بوظ الخطة. إحنا كنا متفقين قبل الحلقة إن إحنا مش هنجاوب على سؤال السرعة، بس عبد الرحمن ما عرفش يقاوم. لا، الإجابة عنده داس على البازر وقال فرنسا، فهتبتدوا الأول. عبد الرحمن بوظت الخطة. لا عين شمس، برافو عليك. جاهزين؟ إن شاء الله. أول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. بما إن عبد الرحمن هو اللي جاوب على سؤال السرعة، فأنتوا اللي هتبتدوا الأول. وأول حاجة نبتدي بيها هي الجغرافيا. في جوكر؟ نعم. مفيش جوكر. جغرافيا. والسؤال هو: في أي دولة عربية تقع صحراء النفود؟ في أي دولة عربية تقع صحراء النفود؟ فاضل 10 ثواني، 5 ثواني. عبد الرحمن، بما إن محمد صبحي قال لك جاوب أنت، يبقى هو مش متأكد. ما أنا حافظه. مش قوي. شفت؟ مش متأكد. حافظه من الموسم اللي فات. صح. عبد الرحمن إجابتك. دولة الإمارات. الإمارات ب10 نقط. مش بقول لك أنا حافظه. عبد الرحمن، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ في إجابة. يوسف إجابتك. الجزائر. الجزائر. يوسف، إجابة خاطئة. نستعد للأربع اختيارات زائد 5 ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة: العراق، السعودية، الأردن، الكويت. 3 ثواني. صبحي، كنت عايز تقول إيه؟ الأردن. الأردن. كويس إن أنت ما قلتش الأردن. الإجابة الصحيحة السعودية. أنا توقعت إن الإجابة هتكون عندكم، أحد أقاليم هضبة نجد. دلوقتي رجاك عندكم سؤال في الجغرافيا. في شكر؟ لا. لا. مخبينه؟ تمام.
جغرافيا. والسؤال هو في أي دولة من دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة جريت سليف؟ في أي دولة من دول أمريكا الشمالية تقع بحيرة جريت سليف؟ 10 ثواني، 5 ثواني، 3 ثواني. يعني لازم أعددكم. يوسف إجابتك كندا. كندا. يوسف مين صاحب الإجابة؟ يعني مين المسؤول عنها عشان أعرف أتحاسب معاه؟ كلنا. لا مش كلكم، في واحد قال كندا في الأول. طلعت من عند مين؟ اعترف، من عند نوران. أنا تخمينة نوران. كندا إجابة صحيحة. كندا هي الإجابة الصحيحة. وبكده أول 10 نقط لرجاك. ودلوقتي عندنا سؤال في التاريخ. أن شمس في جوكر؟ صبحي جوكر إمتى؟ العلوم أكيد. تاريخ. والسؤال هو ماذا كانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة اليمنية؟ عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت قبل الوحدة ايه؟ 10 ثواني، 5 ثواني. المرة دي صبح اللي بيجاوب، فأعتقد المرة دي الإجابة صح. تمام. إجابتك عدن. عدن. صبحي الوحدة كانت سنة كام؟ مش فاكر. 1990. صبحي عدن إجابة صحيحة. برافو عليك يا صبحي، عدن هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة تعادل. تعادل. وعندنا يا رجاك سؤال في التاريخ ومفيش جوكر. في العلوم برضو؟ أي. تاريخ. والسؤال هو ما اسم المعاهدة التي عقدت بين بريطانيا والسلطان العثماني لإنهاء سياسة الاحتكار في مصر عام 1838؟ ده سؤال في التاريخ ومفروض تكونوا ذاكرتوه. 10 ثواني. معاهدة بين بريطانيا والسلطان العثماني لإنهاء سياسة الاحتكار في مصر. ثانية. 19 ثانية يا نغم. سؤال صعب. إجابتك يا نغم اتفاقية الجلاء. اتفاقية الجلاء. بعيدة شوية صح؟ بس حاولتي. نغم إجابة خاطئة. في إجابة؟ سيف. معاهدة الأستانة. معاهدة الأستانة. الجمهور مش موافق، فأنا كمان مش هقدر أوافق. سيف إجابة خاطئة. يا زائد 5 ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة. معاهدة عكا، معاهدة بلطة ليمان، معاهدة يافا، معاهدة باريس. عبد الرحمن وليد عمال تدي اشارات بصباعك يمين وشمال، عايز تقول ايه؟ احنا بنين الاجابات من بعض. إيه؟ احنا كنا مايلين ليافا. ستر ربنا جت سليمه. الاجابه الصحيحه معاهده بلطة ليمان. كويس ان مفيش تهور. الاجابه مش عندكم ما بتفتوش. تمام. دلوقتي عندكم سؤال في الادب، وطبعا مفيش جوكر. ادب. والسؤال هو من هو مؤلف كتابي طوق الحمامة والأخلاق والسير؟ من هو مؤلف كتابي طوق الحمامة والأخلاق والسير؟ 10 ثواني. 3 ثواني. ثانية. 19 ثانية يا صبحي. إجابتك أيمن العتوم. إجابة خاطئة. في إجابة؟ مفيش إجابة. وطبعاً محدش هيخمن، بس هنشوف الاختيارات قصادنا على الشاشة. ابن عربي، ابن سينا، ابن رشد،
ابن حزم الأندلس. ايه ده؟ عمر خدت الريسك لوحدك يا عمر. فعلا اجابتك نرشت. ليه خدت الريسك يا عمر؟ هو احنا كنا حاسين انها هي دي الاجابه الصح العربي الصح يعني. احنا عارفين الكتابين بس مش فاكرين المؤلف. يا زائد خمسة يا ناقص خمسة. عمر ابن رشد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة ابن حزم الأندلسي. هنا بقى ما بناخدش الريسك. وبكده عين شمس خمسة، رجاك عشرة. وعندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو من هو مؤلف رواية البوسطجي؟ يحيى حقي. يحيى حقي. يا دي انتوا عرفتوا على طول. يحيى حقي إجابة صحيحة. يحيى حقي هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا نيران. وكده النتيجة 20 رجاك، متفوقين عن شمس خمسة، متفوقين عن شمس. عندنا سؤال في العلوم. جمهور عين شمس بيشجع، متفوقين عين شمس. ودلوقتي عندنا سؤال في العلوم. في شكر؟ في شكر. سؤال في العلوم بعشرين نقطة. من فضلكم خدوا وقتكم، تستعجلوش. علوم، والسؤال هو ما هي أكبر غدة في جسم الإنسان؟ ما هي أكبر غدة في جسم الإنسان؟ عشر ثواني، خمس ثواني، ثانيتين، 19 ثانية. عمر إجابتك غدة كظرية. عمر إجابة خاطئة. احتمال رجاك تخطف 20 نقطة. في إجابة؟ بوش عمر. أنا شجعتك صح؟ عمر إجابتك سنوبارية. إجابة خاطئة. لازم ناخد بالنا إن دلوقتي الاختيارات بزائد 10 أو بناقص 10. الغدة اللعابية، الكبد، الغدة النخامية، البنكرياس. 10 نقط يا ناقص 10 نقط. الإجابة الصحيحة الكبد. دلوقتي عندنا آخر سؤال في الفقرة. رجاك في جوكر؟ في جوكر. سؤال بعشرين نقطة، عندكم عشرين ثانية. علوم، والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي لعنصر التلوريوم؟ ما هو الرمز الكيميائي؟ عمري إجابتك تي ال. تي ال. خدتوا أربع ثواني مع ان انا لسه قايل لكم ما تستعجلوش. صح؟ صح. اتكلموا مع بعض وتناقشوا. انتوا الاربعه موافقين؟ اه. عمر تي ال. اجابه خاطئه. فرصه يا صبحي تخطف 20 نقطه. اجابتك تي اي. تي اي. بص بص عمر عمل ازاي؟ بص ما اتكلمتوش مع بعض؟ اتكلمنا. يعني انت ما قلتلوش اجابتك؟ قلت له بس هو ما اقتنعش وصمم على رايه وقال تي اي. صبحي تي اي. اجابه صحيحه. برافو عليك يا صبحي. الاجابه الصحيحه تي اي. نسال عمر احمد بقى كنت عايز تقول ايه؟ تيار. تيار. ده انا تقريبا تي اي دي انا كنت فاكرها. لا بلاش بلاش. كويس انها تي اي. تمام. وبكده النتيجه متفوقين عن شمس 25، رجاك 20. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 45 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 90,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.
عباقرة المدارس الموسم السادس، ومباراة مهمة جدا في دور 32. والنتيجة متفوقين عن شمس 25 ورجاك 20. ورجاك حصل عندنا تغيير، أحمد عادل مكان يوسف أيمن، وهاجر أحمد مكان نغم محمود. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله. أنت الوحيد من مدرستك اللي بتشارك للمرة التانية، صح؟ صح. فرق معاك العباقرة في إيه؟ إن أنا بقيت يعني أي معلومة بتعدي عليا يعني بحتفظها لنفسي وبتاع، عشان إيه؟ هتفيدني قدام، تعودت على كده من برنامج العباقرة. حلو جدا. أحمد والدك مثلك الأعلى، تقول له إيه النهاردة؟ له أنا فخور جدا إن أنا ابنك، لأنه يعني تعب في حياته جدا وبتاع، فيعني بقول له الشكر يعني. هاجر، ازيك يا هاجر؟ دكتورة جراحة، ما يبانش عليك خالص، صغيرة كده. جراحة ايه بس؟ اشمعنى جراحة؟ حابة المجال ده الصراحة. كمان انت واخدة المركز الأول في إلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، يعني حاجة عظيمة، حاجة مش سهلة يعني، صح؟ ايوه. ولا هتخش طب وكمان تبقي شاعرة الاتنين؟ لا طب، أنا هخلي الشعر كموهبة أكمل فيها، بس الطب هو اللي بذاكره وبهتم بيه أكتر. تمام، بالتوفيق يا هاجر. وحصل عندنا كمان تغيير، شاب لاشين مكان سيف الدين احمد. باشمهندس شاب، ازيك؟ الحمد لله. لاحظت حاجة في مدرستكم يا شاب، ان انتم مهتمين بالمونتاج، يعني كذا واحد في المدرسة كاتب مونتاج مونتاج، اشمعنى؟ عشان معظمنا بيحب ممكن ان هو التصوير، واللي هو يعدل على الصور والحاجات ديت، ويعدل على الفيديوهات. تمام، يعني انت شايف ان انت ممكن تاخد المونتاج بعد ما تخش هندسه كاحترافي؟ ممكن اعمل قناه مثلا تعليم الحاجات اللي انا اتعلمتها في الكليه مثلا، او حاجه زي كده. تمام، بالتوفيق يا شاب. نرجع لماتش النهارده والفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه 4 اجزاء، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. اول 2 معايا عبد الرحمن وليد ونوران جوده، اتفضلوا. سؤال في المعلومات العامه ب10 نقط، هنشوف مين اللي هيجاوب على السؤال ده. معلومات عامه، والسؤال هو: ما هي العمله الرسميه في مملكه السويد؟ اجابتك كورونا. كورونا السويدي. عبد الرحمن، إجابة صحيحة، برافو عليك عبد الرحمن. الكورونا السويدي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 35 متفوقين عن شمس، 20 رجاك. وسؤال في الرياضة وفي روح رياضية، رياضة، والسؤال هو: ما هي الطريقة التي يحقق فيها الملاكم الفوز على خصمه غير جمع النقاط؟ إجابتك ضربة قاضية. الضربة القاضية. المشكلة يا شاب انك انت بتحاول تدوس على البازر قبل ما الكاونتر ينزل، فعطلت نفسك. ضربة القاضية، نوك اوت، اجابة صحيحة. نوك اوت هي الاجابة الصحيحة، وكان النتيجة 30 رجاك، متفوقين عن شمس 35. وسؤال في التكنولوجيا، واثنين بيحبوا التكنولوجيا. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة يقع مقر شركة سيسكو؟ في أي دولة يقع مقر شركة سيسكو؟ شركة الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية. الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية، إجابة صحيحة. فعلاً سيسكو مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. كده النتيجة 40 رجاك، متفوقين عن شمس 35. ودلوقتي عندنا آخر سؤال، واحد لواحد، هاجر وصبحي، صبحي وهاجر، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 30
ناقص 15 زائد 20 على 10 في 15 زائد 30 يساوي كام؟ خمسة وتسعين. إجابة خاطئة. هاجر إجابتك 65. 65 إجابة خاطئة. أنتوا الاتنين استعجلتوا، تفضلوا. الإجابة الصحيحة 75. العشر ثواني الفرق، لو كنت خدتوا منهم خمس ثواني بس يا صبحي أكيد يا هاجر كنت هتطلع بالإجابة الصحيحة. دلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي العاصمة الأوروبية التي تتخذ من الدب شعاراً لها؟ عاصمة أوروبية. موسكو. أحمد عادل. موسكو. موسكو. موسكو إجابة خاطئة. عبد الرحمن إجابتك برلين. برلين. برلين يا عبد الرحمن إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة بيرن سويسرا. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الرياضة، والسؤال هو: ما هي جنسية اللاعب دافر تشوكر الحاصل على لقب هداف كأس العالم 1998؟ شهاب إجابتك كرواتيا. كرواتيا ولا كرواتي؟ أحرز كم هدف؟ أحرز كم هدف؟ مش فاكر بالضبط. ستة أهداف. شهاب إجابة صحيحة. كرواتي فعلاً. برافو عليك يا شهاب. في النتيجة 45 متفوقين عن شمس 40 رجال. دلوقتي عندنا السؤال الثالث في التكنولوجيا، تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي عقد تم إطلاق القمر الصناعي عرب سات؟ العرب سات في العقد الكام؟ عبد الرحمن. التسعينيات. التسعينيات. لا وبص شهاب مبسوط جدا، بص السعادة اللي هو فيها، بص كده، بص عيد ازاي. رجعك فيه إجابة تانية لو غلط. لو غلط. التسعينيات بعشر نقط. إجابة خاطئة. في إجابة؟ عادل. 1985. إجابة صحيحة. برافو عليك يا أحمد. رجاب 50 45 متفوقين عن شمس. الحقيقة المباراة متكافئة، 10 نقط هنا و10 نقط هنا. العشر نقط الأخرانيين دول هيحسموا مين اللي هيطلع كسبان من الفقرة التانية. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 40 على 8 زائد 40 على 4 زائد 40 في 8 يساوي كام؟ 25. أحمد عادل إجابتك 10. أحمد عادل إجابة خاطئة. صبحي إجابتك 335. 335. صبحي بتبص عليها. صبحي خلاص أنت جاوبت يا صبحي. متأكد؟ كان عندك وقت وتقدر تفكر. 335 صح؟ متأكد؟ صبحي إجابة صحيحة. برافو عليك يا صبحي. 335 غيرت النتيجة 55. عين شمس 50 رجال. أحمد عادل بتستعجل. ليه بتستعجل؟ خسارة العشر نقط دول، بتستعجل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 210 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.
هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. أباقرة المدارس الموسم السادس ومباراة في دور الـ 32 والنتيجة قريبة جدا. رجاك الغردقة 50، متفوقين عين شمس 55، وعندنا تغييرين. متفوقين عين شمس محمد حسن مكان عمر أحمد، وسيف الدين أحمد رجع تاني مكان شهاب لاشين. محمد حسن، باشمهندس محمد حسن، ازيك؟ الحمد لله. بتشارك لأول مرة ان شاء الله. احساسك ايه بقى وانت قاعد على كرسي العباقره؟ رهبه. بس الحقيقه ماتش حلو صح؟ عايز تبقى باشمهندس صح؟ تخش كليه هندسه؟ هتتخصص ايه؟ لحد دلوقتي مش مقرر يعني، بس عشان في كذا اختيار قدامي يعني، ان شاء الله لما اقرر هيكون اول حاجه ان انا افيد مجتمع البلدي مهما كان المجال اللي انا هدخل فيه. ما شاء الله. نرجع ماتش النهارده. تمام. وحصل عندنا في مدرسة رجاك تغيير، نغم محمود رجعت مكان هاجر أحمد. ازيك يا نغم؟ الحمد لله تمام. ماتش حلو؟ اه. صعب؟ اه. المستوى متقارب جدا. نبتدي الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أجزاء: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلة سرعة، وأول حاجة نبتدي بيها هي السينما والمسرح. والسؤال هو: من هو الفنان الراحل الذي قام بدور البطولة في فيلم الفتوة؟ من هو الفنان الراحل الذي قام بدور البطولة في فيلم الفتوة؟ أحمد زكي. نغم، أحمد زكي إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ إجابتك عبد الرحمن. نور الشريف. عبد الرحمن إجابة خاطئة. ما حدش عارف. الفتوة فريد شوقي وجمعها تحية كاريوكا وزكي رستم. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو: من هي الممثلة الأمريكية التي قامت بدور نينا سيرس في فيلم بلاك سوان؟ دي كسبت عنه أوسكار أفضل ممثلة، بلاك سوان. سبع ثواني. مين اللي كسبت أوسكار على فيلم بلاك سوان؟ ثانية. جينيفر لورنس. جينيفر لورنس. محمد حسن إجابة خاطئة. في إجابة؟ هي اسمها حاجة جد. لا اللي مسيت في ليونز بروفيشنال. احمد عادل، بالنسبه لي دي مش اجابه. اجابه خاطئه. اسمع ايه الاجابه الصحيحه؟ ناتالي بورتمان. تمام، لسه ما جبناش نقط في الفقره دي. ودلوقتي عندنا سؤالين في الاغاني والموسيقى، والسؤال هو: من هو المطرب الذي قام بغناء تتر مسلسل شيخ العرب همام؟ المسلسل ده كان بطولة يحيى الفخراني وصابرين وريهام عبد الغفور. مين اللي غنى تتر المسلسل ده؟ سيف. علي الحجار. بتسألني مش بتجاوب. مفيش إجابة. انت شفت المسلسل؟ اه شفته. يعني كنت بتسمع تتر المسلسل صح ولا غلط؟ علي الحجار اللي كان بيغنيه؟ مش متذكر. علي الحجار إجابة صحيحة. الإجابة صحيحة علي الحجار. وكل النتيجة 65، متفوقين عن شمس، رجاك 50. ودلوقتي السؤال اللي جاي هنسمع أغنية الأول. والسؤال هو: أغنية The Power of Love هي لمغنية عالمية شهيرة، فما اسمها؟
احمد عادل سيلين ديون. الحلقه دي كلها ماشي اسئله مفيش اجابات. احمد عادل سيلين ديون اجابه صحيحه. سيلين ديون هي الاجابه الصحيحه. برافو يا عادل. العب يا دولا. 60 رجاك 65 متفوقين عين شمس. تشجيع في الاستوديو والنتيجه قريبه جدا. ودلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم. والسؤال هو اللوحة تعد إحدى أشهر لوحات الفنان المصري الراحل محمود سعيد، فما اسمها؟ التنورة. التنورة فكرة. برافو عليك يا أحمد والله فكرت. التنورة إجابة خاطئة. اللوحة دي اتباعت في 2010 ب 2.5 مليون دولار. درويش. جرب. سيف اجابتك. الدراويش. الدراويش. اه. جامدة قوي التنورة. الدراويش. انت برضه فكرت يا سيف. سيف اجابة صحيحة. الدراويش بالظبط كده. شفتوا بقى ان في اسئلة الاجابات مش عندكم بس محتاجة منكم ان انتوا تفكروا. التنورة والدراويش هي اسمها الدراويش. 10 نقط وبكده النتيجة 75 متفوقين عن شمس. رجاك 60. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في اللوحات والمعالم. والسؤال هو في اي محافظة مصرية يوجد وادي الحيتان؟ فيوم. عاش. كانت عندك الإجابة؟ كنت هقول الفيوم. كنت هتقول الفيوم. عبد الرحمن خطفت البازر من عادل. إجابة صحيحة. فعلا الفيوم. الفيوم هي الإجابة الصحيحة. متفوقين عن شمس 85 رجاك 60. رجاك خلي بالكم المتفوقين بيهربوا بالماتش. تمام. دلوقتي عندنا سؤالين في سرعة البديع وهنشوف فيديو الأول. Hi, let me introduce you to Pete, the greatest salesman of all Pickle City and beyond. All right, so maybe he's not exactly the best, but he's certainly... سرعة البديعة. والسؤال هو كم عدد السكاكين؟ بس على مهلك بقى وخدي نفسك وبص لهم هم السبعة كده وقول لهم الحساب عندنا. ايوه بص لهم كده. أربع سكاكين. أربع سكاكين. بصي بصي متضايقين إزاي؟ يعني هي صح؟ اه. يعني لو هي غلط مش هتقولوا ولا رقم تاني؟ لا أكيد هيبقى في رقم تاني. وعد. أكيد هيبقى في رقم تاني. لا. وعد وعدوني. لا ما ينفعش نحل. الله. رجعت في كلامك يا سيف. ما ينفعش بس أربعة صح. إجابة صحيحة. أربع سكاكين هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا نيران. 70 رجعت. متفوقين عين شمس 85. دلوقتي عندنا اخر سؤال في الفقره سرعه بديع وهنشوف فيديو الاول. سرعه البديع. والسؤال هو كم عدد السيارات البيضاء التي سارت على الجسر في الفيديو؟ واحدة. واحدة. متأكد. متأكد. سيف. واحدة. إجابة صحيحة. سيارة واحدة فعلا بس. برافو عليك يا سيف. وبكده النتيجة 95 متفوقين عن شمس. رجاك 70. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي
120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 330 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. الموسم السادس عباقرة المدارس، ومباراة مهمة جدا في دور الـ 32، والنتيجة قريبة 95 متفوقين عن شمس، رجاك 70. والمتفوقين عن شمس عندنا تغيير واحد بس، عمر أحمد رجع مكان محمد حسن. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. مباراة جميلة، قربنا على نهايتها، هنشوف هيحصل ايه. ودلوقتي مع فقرة 25 نقطة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء، مدرسة واحدة بس هي اللي هتحصل على 25 نقطة. أول اتنين معايا، عمر أحمد اتفضل، وأحمد عادل. أحمد عادل وعمر أحمد، وهنشوف مين اللي هيحرز الهدف الأول. في روح رياضية، وهنخلط الورق ونشوف موضوع السؤال للهدف الأول. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 12 في 12 زائد 24 على 2 يساوي كام؟ إجابتك 156. 156 الهدف الأول. 156 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك أحمد. سيف وأحمد، أحمد وسيف. ازيك يا سيف؟ ازيك. عايز سيف ايه؟ كرات ذهنية. تاني كرات ذهنية؟ هنشوف. تاريخ، والسؤال هو: في أي عام هجري كانت حجة الوداع؟ 10 هجرية. فيش هزار، 10 هجريا إجابة صحيحة. هدف مقابل هدف، عمرو وصل، سيف وعمر، عمرو وسيف، هدف مقابل هدف. ودلوقتي هنشوف الهدف الثاني هيروح لمين. عايز سيف ايه يا عمر؟ علوم. هنشوف. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي اللغة الرسمية لدولة موريتانيا؟ اللغة العربية. اللغة العربية سيف، إجابة صحيحة. الهدف الثاني لسيف، برافو عليك يا سيف. هدفين مقابل هدف. نوران وصلت. ازيك يا نوران؟ الحمد لله. هدفين مقابل هدف، محتاجة تتعادل. تمام؟ يا نوران تتعادل، يا سيف يحرز الهدف الثالث. علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية الكيميائي فيليكس هوفمان، مكتشف الأسبرين؟ إجابتك بريطاني. إجابة خاطئة. ألماني. ألماني الهدف الثاني. هدفين مقابل هدفين. صبحي وصل، موقف مش سهل. يا الهدف الثالث لصبحي، يا الهدف الثالث لنوران. هنشوف. فنون، والسؤال هو: من قام بدور البطولة في مسلسل كفر دلهاب؟ يوسف الشريف. يوسف الشريف الهدف الثالث. يوسف الشريف هي الإجابة الصحيحة، والهدف الثالث لنوران. ثلاث أهداف مقابل هدفين. ازيك عبد الرحمن؟ يا نوران تتعادل و70 تبقى 95، يا إما عبد الرحمن يحرز الهدف الثالث ويتعادل. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هو نظام الحكم في تركيا؟ جمهوري. جمهوري الهدف الثالث.
أهداف مقابل 3 أهداف. 3 أهداف مقابل 3 أهداف. ال 25 نقطة دول بالنسبة لي كنغم مهمين جدا. هنشوف مين اللي هيحرز الهدف الرابع ب 25 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو في أي دولة تم إنشاء أول خط سكة حديد في أفريقيا؟ مصر. مصر. نغم عندك إجابة تانية؟ هي مصر؟ هدف الرابع برافو عبد الرحمن، خطفت 25 نقطة. هارد لك يا نغم. وبكده النتيجة 120 متفوقين عن شمس، رجاك 70. الماتش كان ماشي سجال لغاية لما عين شمس ابتدت تجري بالماتش. لو كانت رجاك أحرز للهدف الرابع كانت النتيجة تعادل. أنا اتحطيت في موقف صعب فعلا، كنت حاسس إن الموقف بدأ يأزم. أنا كنت أقدم مسؤولية بس الحظ ما ساعدنيش. إن شاء الله هنحاول نركز ونخليها دايما أحسن في الأسئلة اللي جاية. هو الماتش لسه قريب، 10 نقط هنا 10 نقط هنا، مش عارف إيه اللي هيحصل. الموقف صعب جدا على رجاك بس المباراة ما خلصتش. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكمل معانا مشوار البطولة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة، سؤال ب 20 نقطة، بس لو المدرسة اختارت الجوكر السؤال ده هيبقى ب 30 نقطة، والمدرسة من حقها تختار الجوكر مرة واحدة بس. أول حد معايا العمدة وسيم من المتفوقين عن شمس، اتفضل. هنشوف العمدة وسيم هيجيب سؤال موضوعه ايه. السؤال الأولاني في القدرات الذهنية، تمام. سؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ سؤال ب 30 نقطة في القدرات الذهنية. عندكم 15 ثانية، تستعجلوش. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 198 زائد 199 زائد 200 زائد 201 ناقص 8 يساوي كام؟ صبحي اجابتك 790. 790 ب 30 نقطة، إجابة صحيحة. 790 هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا صبحي. وكده نتيجة 150 متفوقين عن شمس، رجاك 70. ودلوقتي عبد الرحمن أحمد، رجاك اتفضل عبد الرحمن. هنشوف عبد الرحمن هيجيب سؤال بكام نقطة. شكرا عبد الرحمن. جغرافيا وتاريخ، عايزين السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 20 نقطة. جغرافيا، والسؤال هو في أي دولة عربية تقع هضبة حضرموت؟ في أي دولة عربية تقع هضبة حضرموت؟ أمر اليمن. اليمن ب 20 نقطة، إجابة صحيحة. اليمن هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 90 رجاك، متفوقين عن شمس 150. يوسف المليجي اتفضل يا يوسف. هنشوف يوسف والسؤال الثاني لعين شمس موضوعه ايه. قدرات ذهنية تاني، المرة الأولانية اخترت جوكر
المرة دي ما عندكوش اختيار، ما فيش جوكر، قدرات ذهنية والسؤال هو حل المسألة الآتية: 688 زائد 6088 ناقص 344 في 2 ناقص 88 يساوي كام؟ صبحي إجابتك 6000. 6000 ب 20 نقطة، إجابة صحيحة. 6000 هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا صبحي. وبكده النتيجة 170، متفقين عين شمس، رجاب 90، شهد تامر. اتفضلي يا شهد. السؤال الأخير في الحلقة شهد، هنشوف شهد وموضوع السؤال ايه. شكرا يا شهد، جوكر تمام، عملت اللي عليك يا شهد. شهد تحبي السؤال يبقى موضوعه ايه؟ ادب. ادب تمام، سؤال في الادب بكم نقطة؟ 30. اخر سؤال في الحلقة، 30 نقطة دول مهمين جدا. ليه؟ تطوير المدارس. علشان تطوير المدارس الحكومية في مصر. أدب، والسؤال هو: من هو مؤلف رواية أنف وثلاث عيون؟ مين اللي ألف رواية أنف وثلاث عيون؟ فاضل ثانيتين. احمد اجابتك نجيب محفوظ. نجيب محفوظ ب 30 نقطه، اجابه خاطئه. في اجابه عمر. احسان عبد القدوس. احسان عبد القدوس، علشان ده اخر سؤال، فقبل ما اقول لك اجابتك صح ولا غلط، افضل لاعب في ماتش النهارده بتسعين نقطة مدرسة متفوقين عين شمس، محمد صبحي. أما أحسان عبد القدوس، أما أحسان عبد القدوس بتلاتين نقطة يا عمر، إجابة صحيحة. أحسان عبد القدوس هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا عمر. وبكده النتيجة متفوقين عين شمس 200، ألف مبروك، اتأهلتوا الدور ال 16. هارد لك رجاك الغردقة 90. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 290 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 580 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 8,190,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. متفوقين عين شمس، ألف مبروك، اتأهلتوا الدور ال 16. هارد لك رجاك الغردقة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. فرحان جدا إن أنا طلعت بست بلاير للمرة الرابعة، ونفسي أحقق بست بلاير على مستوى البطولة وأساعد فريق إن هو يكسب النهائي. كان نفسنا إن احنا نحقق حاجة أحسن من كده، بس إن شاء الله احنا نرجع الموسم الجاي أقوى من كده. إن شاء الله ده أول طريق لنا لدور ال 16، وبعد 16 إن شاء الله النهائي، وإن شاء الله أقدر أقدم حاجة حلوة للفريق. شايف إن إحنا لعبنا كويس جدا، بس هما كانوا أقوى مننا بالذات في القدرات الذهنية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.